نقاط. لعبة الكراسي الموسيقية موجودة في هذا الدوري الثلاثي عيد، يعني سيد عيد مركز أول، خالد عيد مركز ثاني، أحمد عيد مركز ثالث، ثلاثي عيد في الأول. يلعب في نص الملعب ويرجع للمساك هو محمد حكة اللي بيضغط عليه، وادي أول كرة، وادي أول فرصة بقى موجودة عند اللاعب رقم 9 وهو محمد شاهين شاهينو. خلي بالك من محمد شاهين، واحد من أفضل المهاجمين اللي بيتواجدوا في هذا الدوري، واحد من اللعيبة اللي بتعرف تسجل من أقل الفرص. بص الكرة داخل منطقة ال 18 اتهيأت له بشكل ممتاز، كان في خطأ موجود من المساك، هو اللاعب رقم 2 محمود علاء اللي جاي من نادي زد، كان ممكن 17 وهو مروان شاهين. ادي مروان يلعب على طول الثرو باص الامامي عند ياسر زحلو، ادي ياسر زحلو داخل منطقه ال 18 يبص ويشوف شاهين، يلعب على طول عند شاهين، وادي فرصه الهدف الاول تضيع، الهدف الاول يضيع على المصريه للاتصالات. لسه كره خطيره عند شاهين، شاهين مروان يلعب على طول في الجبل يسرى، وادي العرضيه لكن تطلع من الخطوط الدفاعيه مره ثانيه لصالح نادي ابو قير الاسمده. ضغط من المصريه للاتصالات، بيقابلوا مرتده من نادي ابو قير الاسمده مع ضغط من ادي الكره الاماميه تتلعب على طول طوليه، ادي انطلاقه في الجبل يسرى لصالح نادي ابو قير الاسمده، عاوز يعدي وعاوز يفوت، يلعب على طول العرضيه داخل ال 18 اللاعب طه ابراهيم، تمشي عند راشد لكن على طول تصويبه وسهله بقى توصل عند حارس المرمى وهو الحارس حسين ذكي. قادم من نادي وادي دجله لنادي المصريه للاتصالات، ادي العرضيه اللي كانت موجوده من طه ابراهيم، الغلطه اللي كانت موجوده في الجبل يسرى من اسلام، ادي الانطلاقه اللي كانت موجوده من محمد حكة اللاعب اللي جاي من حرس الحدود داخل منطقه ال 18، وادي الهدف الاول، ادي الجول الاول المباغت ما شفناهوش الا هو في الشبكه، يسجل الهدف الاول لصالح نادي ابو قير للاسمده، وادي الاحتفال والتعاون والانتصار وال يعني التضامن مع القضيه الفلسطينيه. لكن هدف جميل نشوفها من تاني الكومي اللي قلت لحضراتكم بيبصم على كل كوره، وادي على طول التسديد او الهدف الاول لصالح نادي ابو قير للاسمده. الهدف الاول لابو قير للاسمده، مين بقى اللي سجل الهدف؟ هقول لحضراتكم، هو اللاعب يعني هل هو اللاعب رقم 3 وتي كفته عاوز يعدي وعاوز يفوت، كفته يستنى على كورته ويشوف مين اللي طالع له، يسلم عند عفروتو عاوز يسدد من بعيد عفروتو، لكن احمد السعداني واقف لها بشكل كويس وشايفها من بعيد ويمسك كورته. 21 دقيقه من عمر واحداث الشوط الاول، وتقدم ابو قير للاسمده على المصريه للاتصالات من الخطوط الدفاعيه للمصريه للاتصالات اللي مقطوع عنهم الحراره لحد دلوقتي من رجاله ابو قير للاسمده. تمشي على طول الكره الاماميه، ادي الثرو باص الامامي، وادي الكره تطلع بتامين خارج الملعب من محمود علاء الى ركله ركنيه لصالح نادي ابو قير الاسمده. مفيش مشكله خالص اما المدافع يطلع الكره خارج الملعب، افضل ما يحاول ان هو يرقص اول المركز ال 11 لحد المركز ال 20 عشان يهبط ست انديه. يصعد اول وثاني، الثالث يلعب دوره ثلاثيه مع اللي جاي من دور القسم الثاني، نشوف الكره دي الاول، وادي على طول الكره لكن تطلع خارج الملعب الى ركله ركنيه. ركله ركنيه لصالح نادي المصريه للاتصالات، بدا احمد عيد يسرق المدافعين، وبدا شاهين يفضي له المكان شويه، يفضي له ياسر زحلو وشويه يفضي له احمد عيد، وش مقدر بخمس دقائق. ادي الكره تفوت دلوقتي اماميه، هل يكون في دور لبندق في احداث الشوط الثاني من المصريه للاتصالات؟ موجود بندق وموجود علي بهيج اللي كان بيلعب في فاركو، لكن نشوف الكره دلوقتي عند الكومي، ادي الكومي يلعب على طول العرضيه، العرضيه على الكوره دي، على الكوره دي لكن في رايه وفي صفاره، في تسلل ولا في لمسه يد؟ لا في لمسه يد، في لمسه يد على طول لكن خرجت خارج الملعب، لكن كانت خطيره. بص الكومي مفتاح لعب مهم جدا، الكي بلاير بتاع نادي ابو قير الاسمده بيلعب عرضيات بالمقاس، عرضيات بالمقاس، عرضيه ارضيه، وادي الكره ارتطمت في ايد اللاعب احمد عصام، كان طالع حسين تمشي الكره عند السعداني، ادي يا اعصابك يا سعداني، يا اعصابك يا برودك، ومعاها ابراهيم محجوب يطلق صافره نادي الكره الاماميه، تمشي على طول عند ابراهيم جلال يسلم كورته اماميه لكن ما يروح هو بنفسه ويعدي ويفوت ناحيه اليمين، ادي جلال يلعب على طول القادمون من الخلف، تمشي مره ثانيه، وادي تسديده، تسديده قويه، تسديده قويه من لاعب رقم 15 وهو البديل عمر ابراهيم بعد انطلاقه كانت موجوده من ابراهيم جلال ناحيه اليمين دخل على حدود للمصريه للاتصالات. هيجي لها اسلام صلاح يلعب على طول الكره بالقدم اليسرى، وادي الراسيه تردد السعداني المره دي،
وتطلع خارج الملعب الى ركله ركنيه. اتردد المرة دي السعداني. وادي الرأسية اللي كانت موجودة من لاعب رقم 5 محمد أمين. لكن كروس عرضي ممتاز. كروس عرضي بامتياز. أحمد مصطفى لالا يسجل الهدف الأول لرايا لتصبح النتيجة 2-1 بروكسي على رايا. أدي الكرة تمشي على طول عند كولوبالي. كولوبالي يلعب على طول الكرة الأمامية تروح وتفوت عند بندق. يغير أدي بهيجة يستنى يشوف مين اللي جاي عشان يسند. يجي له بندق. ادي بندق والكوم 12 على 12 12 على 12. ادي على طول بندق يلعب العرضيه عند كولوبالي. وادي الرصيه. ادي العرضه موجوده. ادي العرضه موجوده وتنقذ ابو قير للاسمده من هدف التعادل وتنقذ احمد السعداني من هدف التعادل. ادي كولوبالي اللاعب البديل اللي نزل في احداث الشوط الثاني. لكن بندق لعبها بالمقاس. وادي التوجيه ممتاز يا ولد يا ولد يا كولوبالي. يتفرج عليها السعداني زي ما انا بتفرج عليها دلوقتي. النهارده كان من الجنود المعلومه في ارض الملعب. تروح الكره عند الكومي. الكومي في انطلاقه ناحيه الشمال. الكومي يلعب على طول الكره داخل على حدود منطقه ال 18. امين يغلط. وادي اجوجو. وادي يتالق حارس المرمى. لسه خطير عند مجدي. مجدي 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 يستنى على كورته ويشوف مين اللي طالع له. وادي تسديده ترتطم في دفاعات نادي المصريه للاتصالات. نادي ابو قير للاسمده ضيع هجمه وضيع هدف. من يضيع ومن يضيع اهداف يستقبل اهداف. يسلم عند صلاح. صلاح واحد على واحد عاوز يعدي. صلاح ادي رقص ويعدي ويدخل داخل منطقه ال 18. عدى صلاح. عدى يلعب العرضيه. زودها شويه. زودها شويه. لا لا زودها شويتين كمان. صلاح عدى. اول ما تعدي العب العرضيه الارضيه او العب العرضيه على راسيه او العب اي عرضيه. لكن على طول صلاح بص رقص طمع في الاولى وحب يروح في الثانيه لكن تطول منه الكوره وتطلع خارج الملعب الى ركله مرمى. ركلة مرمى. ادي بص على طول حب يعدي لكن تخرج الكرة خارج الملعب الى ركلة مرمى. في لاعب واقع على ارض الملعب من نادي. ركلة حرة عند عمر. ايمن المزين واقف على الخط. صعد باربع اندية يبحث عن النادي الخامس اللي يصعد بيه. وادي على طول الكرة. وادي الهدف الثاني. الجول الثاني لنادي ابو قير للاسمدة عن طريق محمد مجدي اللاعب البديل اللي نزل في احداث الشوط الثاني مكان اللاعب ابراهيم جلال. يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 7 من الوقت المحتسب بدل من الضائع. قلت لحضراتكم لعيب ممتاز نزل في احداث الشوط الثاني عمل خطوره. بص دفاعات المصريه للاتصالات مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. الكره اتلعبت. محمد امين لمسها جهزها للاعب محمد مجدي ويسجل ابو قير للاسمده الهدف الثاني. اذا ابو قير الاسمده بحث عن هدف الثاني قدر ان هو يسجله في الدقيقه الاخيره. نادي المصريه للاتصالات بحث عن هدف التعادل ما قدرش ان هو يسجله وبالفعل محمد مجدي يسجل الهدف الثاني لنادي ابو قير للاسمده. بنلعب في الدقيقه 9 من الوقت المحتسب بدل من الضائع. الكرة تمشي عند بندق. بندق عند وزة. ادي وزة العرضية عند كولوبالي بالكعب. كولوبالي. وادي الجول الاول اهو. ادي الجول الاول عند عاشور شيكا. عاشور شيكا ينزل ويسجل الهدف الاول لصالح المصرية للاتصالات يقلص الفارق. ايه اللي حصل بقى في الدقايق الاخيرة دي؟ ايه اللي حصل في الوقت المحتسب بدل من الضائع؟ قاعدين بقالنا اكتر من 97 دقيقة مستنيين هدف سواء لابو قير او سواء للمصرية للاتصالات. سواء التاني لابو قير او التعادل للاتصالات. ابو قير يروح مسجل التاني والاتصالات يروح مسجل التعادل ويقول لي مش هنزعلك. وادي ثلاث اهداف في احداث المباراة. كرة عدت من كولوبالي راحت عند عاشور شيكا. لكن بالفعل ابراهيم محجوب حكم المباراة يطلق صافرة نهاية احداث المباراة بتقدم وفوز ابو قير للاسمدة على نادي المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف. يرفع ابو قير رصيده الى 7 نقاط يتساوى مع كل